السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. في هذه الحلقة سنتحدث عن أزمة القروض في بنوك قطاع غزة والأزمة التي يعاني منها الموظفي السلطة الفلسطينية هنا في قطاع غزة وآخر المستجدات حول الرواتب وفيما يتعلق بهذه الأزمة مع البنوك هنا في قطاع غزة. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب هنا بضيفنا في الاستوديو الأستاذ نضال المصري، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لموظفي الحكومة. أهلا وسهلا بك. يعني بداية، آخر تطورات أزمة القروض هنا في بنوك قطاع غزة. يا أخوان، أول شيء أو بداية بدنا نحكي في موضوع أزمة قروض البنوك في غزة. أزمة البنوك هي تراكم بناء على عدم صرف الراتب كامل في غزة. نعم. اليوم إحنا لو كان ضل الراتب على نسبة 100% كما يصرف في الضفة الغربية، كما قال الدكتور محمد شتيق، المساواة بين الموظفين، فأنا لا ألوم الموظف إنه صار عنده أزمة في موضوع قرضه، لأنه اليوم كان الموظف بيقبض 100%، بنى حياته، أسس حياته كاملة على الراتب 100%، بالتالي فكان يقبض 100%، نسبة القرض كانت تمثل عنده من 40 إلى 50% من نسبة الراتب. لكن اليوم أنت لما بتيجي بتخصم على الموظف، وهذا خطأ كبير، إن إحنا نقول إن إحنا بنقبض 75% أو بنقبض 70%، للأسف أنا بقول لا، الحكومة تخصم على الموظف ما قيمته 25% من الراتب، ولا نقبض راتب كامل 100%، مما أدى إلى وجود عجز في الراتب عنده. العجز هذا أدى إلى وجود قصور في الراتب في القرض نفسه، لأن البنوك اليوم أعطت تسهيلات، وإحنا كنا تفاجأنا من تسهيلات القروض، يعني إحنا تفاجأنا 30 ضعف 50 ضعف 14 سنة 15 سنة، تفاجأنا القروض أعطت تسهيلات ما قبل الخصومات بشكل كبير جدا، يعني بعض الموظفين مديون ل 14 سنة 15 سنة قادمة للبنوك. نعم. طب بالتالي أنت أعطيت في ظل كان راتب كامل، اليوم أجا الراتب 75% أو 70%، أصبح استقطاع من الراتب. اليوم لما أنت تيجي تاخد القرض بشكل كامل، معناته أنت أخذت ما قيمته 80% من اللي نزل للموظف، أو أكثر من 70% من اللي نزل للموظف، زائد يوجد تسهيلات أخرى داخل البنوك بعض الموظفين استفادوا منها. إذا بده يخصم التسهيلات ويخصم القرض كامل، أصبح الموظف لا يتقاضى أكثر من 10 إلى 15% من الراتب فعليا. أي بمعنى فتات الراتب. يا ريت فتات، في بعض الموظفين بروح مديون. نعم. يعني بعض الموظفين اللي عنده قضايا أخرى مثل قضايا الطلاق والنفقة وغيره وغيره وغيره، هذا بيروح مديون، بيروح بالسالب. نعم. إذا الآن أصبح الموضوع كارثي، فلجأت البنوك حاليا إلى موضوع إنها بدها تفرض الجدولة. أنا بقول لا، الحل الأمثل إنه إحنا نتكاتف مع البنوك، نتكاتف مع المجتمع الفلسطيني كامل، ونطالب بحق الموظف كامل، صرف 100% كراتب كامل. إذا تم الصرف مع صرف جميع المستحقات السابقة، نعم، والتي تقريبا بلغت مستحقات الموظفين اليوم ما يقرب 415 مليون دولار على الحكومه، اللي هي مستحقات 2017 2018 2019 2020، للاسف ما يتداولوا بعض الاشخاص او بعض المسؤولين، اوكي، انه احنا 2019 لا يوجد مستحقات للموظفين، لا، اي بحكم انهم صرفوا الراتب كامل، يعني اوكي صرفوا الراتب كامل مع مستحقات سابقه، اوكي، للموظفين، لكن صرفوا بالنسبه للضفه الغربيه بما نسبته 100%، والمستحقات على نسبه 100%، ما صرف لغزه صرف على نسبه 75%. انا بقول لا، غزة والموظفين ما زال لهم مستحقات في 2019، وأنا بثبتها من خلال برنامجكم، لنا مستحقات عن سنة 2019. الدكتور محمد شتية عند استلامه الحكومة حكى على جميع قنوات الإعلام أنه سيتم المساواة بين الضفة وغزة في نسب الصرف. اليوم نتفاجأ لحد اللحظة نسب الصرف تتفاوت في الضفة الغربية 100%، في غزة 75%. 75% ليست راتب كامل. طيب لما عند الصرف الأخير، يعني حتى 2019 تم الصرف بنفس النسب، 2020 تم الصرف بنفس النسب. بالتأكيد المالية تحدثت أنها أنهت المستحقات، بالتأكيد هذه تتعلق بالموظفين، يعني ما الجديد فيها ذلك؟ أنا بحكي لك، إحنا لا اليوم بنطالب بمستحقات على 2019 و2020 و2017 و2018،
ما في نسبة اسمها نسبة 75% من الراتب. مين اللي عوجد النسبة هذه؟ وكيف أنت تصرف بتقول راتب كامل وتصرف لي 75% بناء على إيش؟ أي يعني الحكومة اعتبرت أن نسبة 75% هو راتب كامل للموظفين في غزة؟ راتب منقوص وليس راتب كامل. نعم. إحنا راتبنا يصرف مساواة بالضفة الغربية، إحنا موظفين سلطة وطنية واحدة وليس نعم. سلطتين، إحنا نعم. موظفين سلطة وطنية واحدة، ما يصرف للضفة الغربية ونخضع لقانون خدمة مدنية واحد وقانون تقاعد واحد. نعم. ونخضع للدستور الفلسطيني أول وآخر حقوق، والحقوق لا تسقط بالتقادم. نعم، وهي حكومة واحدة. نعم. للضفة وغزة. نعم. بالتأكيد. يعني قضية الجدول التي يعني تم تداولها أخيرا في البنوك هنا في قطاع غزة، يعني علنا والسادة المشاهدين والموظف يعني يريد معرفة ما هي هذه القضية. قضية الجدول اليوم لجأت البنوك بحيث أنها تضمن ما تلقاه الموظفين. بدناش ندخل أنا عشان ما حدا يفكر إن إحنا مثلا بندافع على البنوك أو بندافع. نعم. البنوك لجأت الموضوع هذا إنه حجم تراكمات المديونية تراكع الموظفين بلغ تقريبا فوق 170 مليون دولار حتى اللحظة. 170 مليون دولار مستحقات على الموظفين هل أدت إلى تعثر بعض البنوك؟ تعثر بعض البنوك لربما إغلاقهم في المستقبل. بدناش نتطلق لموضوع الإغلاقات، لأن الإغلاقات هذه بترجع للبنوك، بترجع لسلطة النقد. أنا ماليش صلاحية في موضوع الإغلاقات، ولكن تعثر حجم القروض هذا مما يؤدي إلى ضعف البنوك الائتماني الدولي أو التصنيف الائتماني الدولي. اليوم حسب ما فهمنا من خلال اجتماعاتنا مع سلطة النقد والجهات المختصة، إنه حسب فهمنا وتقديرنا الموضوع إنه هذا التعثر هيؤدي إلى ضعف الائتمان، ضعف التصنيف الائتماني للبنوك، مما يؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي داخل البنوك. هل لجأت البنوك إلى فكرة إعادة الجدول؟ هي إعادة الجدول فكرتها إعادة القرض من جديد، بحيث إنه القرض هذا ما يصبحش على شكل قرض متعثر. نعم. إنه قرض جديد. لكن إحنا في أول عن آخر ضد عملية الجدول. نعم. ضد عملية الجدول. إحنا نطالب اليوم الحل الأمثل لموضوع تعثر البنوك، أعطونا مستحقاتنا وبالتالي البنك يأخذ مستحقاته. يعني أنا لما بقول إلي 415 مليون دولار، لو أنا صنفت 50% من الموظفين عندهم قروض متعثرين و 50% ما عندهم قروض، إذا أنا إلي فوق 200 مليون دولار اليوم كمستحقات بتسد عجز البنوك زيادة. نعم. إذا اليوم إذا أنا أخذت مستحقاتي كاملة من الحكومة، والحكومة صدرت مستحقاتنا أو عملت مقاصة من خلال البنوك، يعني أنا بدل فكرة الجدولة أنا كان عندي فكرة يمكن حكيتها مسبقا، ليش اليوم البنوك ما تعمل مقاصة بينها وبين الحكومة أو بينها وبين وزارة المالية لصالح الموظف، لصالح القرض. نعم. لصالح قرض الموظف. أنا اليوم إلي 50 ألف شيكل مستحقات. نعم. مديون للبنك ب 40 ألف شيكل، ليش ما تعمل مقاصة من خلال وزارة المالية للبنك؟ نعم. اوكي، ويتم تسديد كل المستحقات ومش احتاج في الحاله هذه الى جدوله، وبالعكس كمان هسد موضوع تعثر القروض داخل البنوك من خلال مقاصه بين وزاره الماليه. انا كدوله من حقي ان انا اكون احافظ على مصلحه الموظف، احافظ على مصلحه المواطن. في ناحية المقاصة أنا حليت جميع المشاكل. نعم. ووقفت بجانب الموظف. الجهة الأقوى يا أخوان مش الموظف، الجهة الأقوى هي الحكومة بالتأكيد ووزارة المالية. بالتالي وزارة المالية لو تبنت الموضوع هذا ما كنا وصلنا لموضوع الجدول أو موضوع فوائد جديدة. نعم. طيب أنت ذكرت أن هناك يعني اجتماع ما بينكم وبين سلطة النقد، هل تم طرح تأخير هذا الخصم إلى حين صرف راتب كامل للموظف هنا بالتحديد في قطاع غزة؟ شوف إحنا اجتماعنا مع سلطة النقد يعني أعطانا وأفادنا كتير في الوضع الاقتصادي والأوضاع كيف يعني وموضوع القروض. يعني سلطة النقد أجبرت البنوك على أن لازم عملية الجدول تكون بموافقة الموظف. يعني للأسف بعض الموظفين لما أخذ القرض ما بيعرف أنه هو من حق البنك أنه يجدول أوتوماتيك. اوكي، يعني كيف بدون رجوع للموظف؟ هذه شروط كانت موجوده في العقد نفسه. نعم. اللي هو مضى عليه. اوكي، انا ما بدي انا يعني نخوض في موضوع القروض، لان موضوع القروض شويه في حساسيه، لانه احنا كان قبض موظفين ضد الجدوله. نعم. ضد اي اجراء ياخذه البنك طالما الموظف ليس هو الذنب في موضوع التعثر. نعم. الذنب الاساسي والقضيه الاساسيه تقع مع وزاره الماليه ومع الحكومه،
إذا تم صرف المستحقات كاملة للموظفين لن يكون هناك تعثر في القروض. نعم. اليوم موضوع الجدولة للأسف يعني هيحمل أعباء جديدة ويحمل فوائد جديدة على الموظفين. إحنا ضد الجدولة نهائي. نعم. طيب في النقابة هل من خطوات مقبلة لإنصاف هذا الموظف؟ شوف احنا كنقابة موظفين صدرنا اكثر من بيان وصدرنا اكثر من خبر وطلبنا الموظفين عدم الانصياع الى عملية الجدولة، ولكن اليوم البنوك للاسف اخذت اجراءات حجز الراتب مقابل الجدولة. نعم. حجز الراتب مقابل الجدولة، حجز الراتب تفاجأنا انه هو من حق البنك انه يحجز الراتب، وهذه انا يعني بستغرب فيها، يعني اوكي انه البنك حسب العقد حقه انه يحجز الراتب. نعم. للأسف الموظفين لما وقع العقود ما أرى العقد تماما، أوكي، وإلا لو أرى العقد تماما كان تردد مليون مرة قبل ما يأخذ القرض. نعم. لكن للأسف هاي الموجود اليوم إحنا كنقابة موظفين صدرنا بعض البيانات، صدرنا وعملنا عدة لقاءات، أخذنا خطوة إنه يجب على الموظف عند الجدولة إنه يوقع الموظف بالموافقة، أخذنا مهلة لحد شهر 6 للجدولة لمن يريد الجدولة لحد شهر 6، من يستطيع سد المستحقات اوكي فلن تتم عليه اي نوع من انواع الضغط او الجدولة او حجز الراتب. كمان هان احنا بنطالب الحكومة بسداد جميع مستحقات الموظفين في اسرع وقت ممكن قبل شهر 6 لانهاء موضوع الجدولة لتفادي الاشكاليات التي ستطرح تعثر القروض داخل البنوك. نعم. يعني هذا نتمنى على الحكومة ونطالبها بشكل واضح ان 2017 عندنا شهر 3 2018 و2018 كاملة النسب لم تتساوى. نعم. 2019 تم الصرف 100% على الضفة وتم الصرف لغزة على نسبة 75% مما يراقب مستحقات في 2019 بنسبة 25%. نعم. و2020 شهر 1 تم الصرف على نسبة 75% مما نطالب برضو 25% من مستحقات الموظفين على 2020، ونطالب هان الإيفاء الدكتور محمد الشتاي رئيس الحكومة، حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، الحكومة الشرعية الوحيدة، أن يتم صرف الموظفين أو صرف رواتب الموظفين بنسبة متساوية بين أبناء الوطن الواحد، أبناء فلسطين، موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، ونؤكد موظف السلطة الوطنية الفلسطينية لا يجوز صرف بنسبتين مختلفتين. الحكومة تحدثت عن ذلك أنها ستوحد هذه النسب، يعني من 2019 وإحنا نسمع على توحيد النسب. يعني استلم الدكتور محمد الشاي كان أول تصريح له على موضوع الراتب تساوي نسب الصرف بين الضفة وغزة. نعم. للأسف حتى اللحظة لم تتساوي نسب الصرف بين الضفة وغزة. طيب يعني نحن لا نريد الانتقال إلى الجزئيات البسيطة التي يعني لربما طرأت خلال الأسبوع الماضي، هناك بعض الاعتصامات من قبل الموظفين أمام بعض البنوك هنا وهنا في قطاع غزة، نحن لا نريد أن نبحث عن هذه الجهات، ولكن يعني أنتم في النقابة ماذا ستفعلون للحد من هذه الإشكاليات التي ربما تطرأ؟ يعني بالتأكيد هناك اعتصامات ستكون أمام هذه البنوك وستعيق عمل هذه البنوك، لربما هناك يؤدي الوضع إلى هناك نشوء بعض الخلافات. ماذا دوركم أنتم هنا في النقابة؟ هل ستمثلون أو ستنظمون وقفات احتجاجية على هذه الشروط أو هذه الإجراءات التي تقوم بها سلطة النقد والبنوك هنا في قطاع غزة؟ شوف حتى اللحظة تم وعدنا انه الشهر القادم بالاقصر 1/4 سيكون هناك تغيرات على رواتب الموظفين، اوكي، وتغيرات في جميع الاجراءات بالنسبه للموظفين السلطه الوطنيه الفلسطينيه. نعم. نامل الان 1/4 ان يلتزم من وعدنا، اوكي، بما وعدنا. نعم. تمام. بعد ذلك لكل حدث حديث. بالتأكيد يعني هذا هو الجديد أيضا في حتى فيما يتعلق في رواتب الموظفين حتى هذه اللحظة. طيب بالانتقال إلى ملف آخر وهو ملف تفريغات 2005، أعتقد أن هناك يعني هذا ملف مطروح لديكم، يعني الجديد في هذا الملف؟ شوف ملف 2005 هو ملف للقوى الأمن أو القوى العسكرية، نحن نقابة موظفين تابعة أو نختص أساسا في موظفين الحكومة المدنية، ولكن 2005 لأنه إحنا مش عارفين هل هم حد اللحظة على كود العسكري او كود ممكن يكونوا وزاره الداخليه فيتبعوا الى الشق الامني. نعم. لكن احنا نطالب لل 2005 النضال المستمر في موضوع حتى نيل جميع مستحقاتهم ونيل جميع حقوقهم وايداعهم على الكود العسكري. نعم. على الكود العسكري بحيث يعتبروا عسكريين بتاريخ 2005 وليس اليوم، حيث انهم فيهم للحصول على الحقوق بالتاكيد. نعم. فيهم المناضلين
فيهم اللي استشهدوا، فيهم اللي انجرحوا، فيهم أثناء الدورات كمان نعم. انجرح منهم جرحى واستشهد منهم أشخاص، وللأسف في بعض الأشخاص منهم وصل سن 60 وصل سن التقاعد ومش عارف وين يروح. نعم. يعني مشكلة 2005 هي مشكلة كتير كتير معقدة، ولكن نتمنى أن يتم إضافتهم على الكود العسكري ونال جميع حقوقهم ومستحقاتهم ورتبهم الطبيعية. نعم. يعني أخيرا ما هي رسالتكم أنتم في هذه النقابة؟ شوف رسالتنا إحنا تلخص في حوالي 6 بنود. أول إشي وقف جميع إجراءات البنوك الحالية بأسرع وقت ممكن. نعم. نطالب بالبنوك وقفة يعني الصبر عليه أوكي وعلى الموظفين، وهذا ما يطلبه الموظف هنا في غزة. اثنين وقف ما يسمى بالتقاعد المالي وجميع أنواع التقاعدات الإجبارية نعم. صرف الراتب بالنسبة كاملة وليس نسب مختلفة بين الضفة وغزة، حيث بلغ مستحقاتنا اليوم 415 مليون دولار. نعم. اليوم احنا بنحكي عن تقريبا نصف مليار. طب اذا ما انصرفتش اليوم اذا معناته المستحقات بتزيد، معناته بتتعقد عملية الصرف مرة تانية. نعم. صرف جميع المستحقات من 2017 الى 2020، يوجد لنا مستحقات في 2019 و2020، يوجد لنا مستحقات. نعم. ما هذا يمكن مستحقات 2017 2018 2019 2020، وأؤكد 2019 2020. نعم. حاسوا انه خرج بعض الاشخاص بدناش نسمي اي مسميات اوكي، انه في 2019 تم التسديد كاملة ككل مستحقات الموظفين، لا يوجد لغزة مستحقات بنسبة 25% من رواتبهم. نعم. 3 أو 4 أو 5 علاوات ودرجات موظفين قطاع غزة للأسف احنا من 2007 متوقفة. لا اليوم من نعم. 2007 انا بحكي اليوم عن 13 سنة. نعم. وليس سنة ولا اثنين، جميع درجات الموظفين وجميع حقوقهم الوظيفية مجمدة تجميد نهائي او مغلقة، ما بعرف ايش السبب. نعم. عندنا كمان فوائد القروض، انا اليوم بحمل فوائد القروض او فوائد الجدولة للموظف ليش؟ طب معنا اللي ديون على الحكومة. نعم. في عهد الدكتور سلام فياض لما توقفت الرواتب لمده 10 شهور اوكي من الجانب الاسرائيلي، الدكتور سلام فياض تم صرف جميع الرواتب بعدك واعطى فوائد المستحقات للموظفين وتم صرفها. نعم. للموظفين. اليوم انا بطالب كان بتسديد كل فوائد القروض من قبل الحكومه من قبل مستحقاتها. نعم. أنا اليوم لما أقول 415 مليون دولار أو نصف مليار دولار، اليوم قديش حجم الفوائد عليها؟ لو أنا بدي استثمرها في أي جهة من الجهات إذا بتستثمر وبتعطيني فوائد عليها. نعم. إذا أنا اليوم ليش أتحمل أنا فوائد القروض؟ نعم. إما إصدار قرار من وزارة المالية أوكي برفع جميع فوائد القروض، حتى رفع الفوائد الجدولة في حالة الجدولة. نعم. في حالة الجدولة كان تحمل وزارة المالية جميع الفوائد وليس الموظف يتحمل الفوائد الجديدة. بالتأكيد. أنا بكفي الموظف إنه يتحمل فوائد القرض السابق، كان بدي أجي أحمله فوائد جديدة، المفروض إنه وزارة المالية تتحمل فوائد القروض كاملة أو فوائد الجدولة. نعم. هذه تقريبا يعني أهم البنود اللي إحنا نطالب فيها في الوقت الحالي. نعم. يعني نحن نأمل أن من الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة أن تراعي هذه المطالب وأن تحاول أن تكون يعني إلى جانب الموظف وبالتحديد هنا في قطاع غزة الذي يعاني منذ سنوات طويلة. بالتأكيد أشكرك جزيلا الأستاذ نضال المصري عضو مجلس إدارة النقابة العامة لموظفي الحكومة على هذه المعلومات التي تفضلت بها، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله.